السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام والملفات الأبرز اللي راح نتابعها. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بعد وصول ما يقارب 90% من تشكيل الكابينة الوزارية بحسب المقربين داخل العملية السياسية واختيار الفريق الوزاري من قبل رئيس الوزراء المكلف، يصطدم تقديمها بالخلافات اللي انبثقت من داخل البيت السياسي وعدم التوافق على بعض الوزارات. فهنالك من يقول أن البيت السني أضرمت به نيران الاختلاف بين قطبيه الأساسيين تقدم والسيادة على استحواذ الوزارتين المعنيتين التجارة والدفاع، وكل يسعى للتفرد والظفر بهما رغم حسم 5 وزارات لهذا المكون. لكن رغم الاختلافات، التشكيلة الوزارية ستمرر وفق الأطر الدستورية وبطرق قانونية. أما في الجانب الآخر من ملفات حصادنا لهذه الليلة، صفحة جديدة وعهد جديد بعد المخاض العسير. فمنذ الوهلة الأولى لتكليف السوداني بتشكيل حكومة، الحكومة ما عرف عنه من حسن إدارة وتصرف، فإن العديد من الملفات المرحلة والشائكة والمتداخلة فيما بينها يترقب الشارع أن تجد لها حلول مع بدء العد التنازلي لولادة التشكيلة الحكومية الجديدة. الأبرز فيها قطاع الخدمات المثقل بالأزمات والمهمل واقعا من السياسات السابقة والحالية، والنتائج شعب يئن من هذه الإخفاقات. لهذا صممت حكومة السوداني باتباع نهج يقوم على الخدمة واستيعاب الآخر. إذن مشاهدين، هذه ملفات راح تكون ضمن محاور حصادنا لهذه الليلة، نناقشها مع ضيوفنا المتخصصين. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدين الأحبة. طبعا يبدو أنه الاتفاق حول الكابينة الوزارية يمر بمراحل متعرجة هذه الفترة، لكن أصحاب الاختصاص يقولون أن هذه الخلافات لن تستمر كون هنالك معالجات قانونية تتمثل بتقديم الأطراف المتنازعة مرشحيهم للوزارات اللي حام الجدل حولها، ومن ثم يختار رئيس الوزراء المكلف محمد شاع السوداني الشخصية الأجدر وفقا للمؤهلات المطروحة. نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. تفاؤل على المستوى السياسي والشعبي لما جاء من اجتياز مرحلة صعبة مرت على البلد والدخول بفصل جديد يتجه صوب تشكيل الكابينة الوزارية بسرعة غير معهودة لعدم تجاوز المدد الدستورية والتي كان من المؤمل لها بحسب ما تداول من معلومات أن يحسم هذا الملف اليوم لولا وجود الخلافات الجدلية داخل البيوتات السياسية على بعض الوزارات بحسب المراقبين، إذ يراد التمسك بها من قبل بعض الأطراف. وارد التعطيل أو التأخير في عملية إكمال أجزاء الكابينة الوزارية على اعتبار هنالك خلاف داخل البيوتات السياسية، وبالتالي أعتقد اليوم الحسم أو الإصرار من رئيس السلطة التنفيذية المكلف في تقديم وإعطاء الفرصة للكتل السياسية بضعة أيام لتقديم مرشحهم حتى يكون هنالك حسم داخل السلطة التشريعية. تأخير يعيق استكمال الكابينة الوزارية المرتقبة، والاحتمالات تتأرجح بين المضي أو الانتظار من قبل رئيس الوزراء المكلف للتفاوض بين المتنازعين على استحصال الوزارات وفقا للاستحقاقات الدستورية على حد قولهم. لكن وبحسب المتابعين للشأن السياسي أن هذا الاختلاف لا يضر بتقديم جزء من الكابينة الوزارية إلى حين التوافق، وإن لم يتم الاتفاق فاللجوء إلى طرح المرشحين واختيار الأنسب هو الحل الأرجح. اليوم يعاد السيناريو مرة أخرى إلى الكتل السياسية وفرض إرادات من قبل بعض الأحزاب السياسية، وهذا حقيقة مرفوض قطعا، يفترض بالإطار التنسيقي. والسيد محمد شاع السوداني على وجه الخصوص انتباه لها المسألة. مسألة أخرى أنه في حال أنه فرض هؤلاء الأسماء من قبل الأحزاب السياسية على السيد محمد شاع السوداني أن يرفض هذه الأسماء باعتبار أنه سوف يكون هو المسؤول أمام الشعب العراقي أولا وأمام من جاء به إلى مفصل رئاسة الوزراء. وزارتا الدفاع والتجارة محط جدل واختلاف بين بعض الأطراف التي ترغب بالاستحواذ عليها، لكن يبقى الخيار لرئيس الوزراء المكلف بتحديد الأنسب والأكفأ، خصوصا وأن الإطار الشيعي عازم على عدم تدوير الوجوه التي لها صلة بالفساد والتي عرفت بالفشل الإداري
لزمام الأمور الوزارية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدينا الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم النائب السابق الدكتور أحمد العباسي. حياك الله دكتور، ضيفا كريما. نتحدث عن ما أهلت إليه الأمور من اكتمال الكابينة الوزارية بنسبة متقدمة جدا، ولكن هنالك بعض الخلافات أو الاختلافات داخل البيوتات السياسية، لا سيما البيت السني. ما سر هذه الاختلافات إذا ما قارناها بجلسة التكليف وجلسة اختيار رئيس الجمهورية؟ جرت الأمور يعني على أفضل ما يكون، لماذا هذا الاختلاف اللي حصل هذا اليوم والبارحة؟ مساكم الله بالخير والعافية، وتحية إلى مشاهديك الكرام. أنا أشوف مسألة طبيعية جدا من الانكماش والانغلاق السياسي اللي دام سنة كاملة، بغض النظر عن ما يعني كانت هناك آثار وأضرار كبيرة على الدولة العراقية برمتها، بدءا من الفرد العراقي إلى السياسات الخارجية، الخدمات، المنافع، العلاقات، على كل المستويات صابها الضرر بسبب هذا التعطيل كما يطلق عليه الإعلام الانسداد السياسي. فسنة كاملة الحمد لله تيسرت الأمور بتمرير رئاسة الجمهورية، وما ممكن انه احنا ياخذنا العزم على انه قضيه رئاسه الوزراء تمشي بهاي السهوله. ففي الظروف الطبيعيه للحكومات السابقه تستنفذ الايام، يعني ال 30 يوم المده الدستوريه لتقديم الكابينه الوزاريه الممنوحه للمكلف لرئاسه مجلس الوزراء لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقه سواء كامله كما جرى في سنه 2010 وسنة 2006 أو جزئية كما حدث في سنة 2014 ثم تم ترميم ذلك مستقبلا. فاليوم التكليف ما صار له يعني ما عبر 10 أيام، وقت كافي جدا، يعني ما تكون أكو فرد هالة أو خوف أو حالة من التأهب إلى أنه يكون هناك تلكؤ في حكومة الأخ السوداني. طيب، هذا من جانب. جانب آخر، اليوم هاي الوجوه اللي هي تتحكم بالعملية السياسية من بعد انسحاب التيار الصدري، الكتلة الأكبر عددا كانت، وكان تأثيرها بالعملية السياسية مؤثر جدا. فما حقق الإطار يعني أعطى إمكانية أكثر بتشكيل الحكومة، فكان أقول أنه من المفروض الست وزارات اللي هي استحقاق التيار الصدري أو خمسة من مجموع المكون الشيعي المفروض أن تعطى صلاحيات الكاملة والخيار إلى الأخ السوداني لاختيار وزراء حتى يتحمل مسؤولية مواجهة الجمهور خلال الفترة القادمة، وهي جدا صعبة لأن تجربة جدا مرة تحملها الأخ السوداني في هاي الظروف. لكنه يبدو المصالح السياسية وكذلك مصالح أخرى حزبية أجبرت القوى السياسية أن تفرض أسماء على الأخ السوداني، ونسمع يعني على أن يعني لم يبقى إلى السودان إلا وزارة واحدة يختار وزيرها هو، وإذا بقى الوضع والحراك والنشاط على هذا المنوال أعتقد حتى الوزارة ما راح يتحكم بها، وهذه مو شيء جديد ترى، انفرضت في حكومات سيادة وتقدم تحديدا. يعني هل اقتنعت بوزاراتها؟ عندها العديد من الوزارات يصل إلى ست وزارات، ولكن فرض الإيرادات على التجارة، الدفاع، غيرها، يعني نفس الأحزاب هي ما كانت متوافقة على الوزارات اللي تريدها في داخل الأحزاب، تقدم وسيادة. أكو مكونات أخرى ما يهمها حتى الخلافات اللي تصير بيناتهم، ماكو فرد تأثير لا على جمهورهم ولا على علاقاتهم، ولا المسؤولية تكون يعني مرمات في دائرتهم مثل المكون السني. فلا يوجد هناك جمهور يحاسب،
مثل ما موجود اليوم جمهور عندنا الحراك في المظاهرات والتشرينين وحراك آخر غير التشرينين. تدري هل تعتقد أنه على أنه الوضع ساهدة يعني لإيران؟ يبدو أنه كل اللي كانوا يتحركون في مجال الاحتجاجات وكأنه في لحظة ما بدأ الهدوء لدى الجميع، فيبدو أنه الإرادة الدولية لا تحتاج أن يكون هناك خلافات سياسية تؤدي إلى فتن واقتتال أو حراك مزعج في الإقليم العراقي في الدولة العراقية، لأن هذا يؤثر على تصدير النفط، واليوم أوروبا والغرب بصورة عامة يحتاج إلى الوقود الكافي لأنه إحنا قادم يعني الشتاء قادم، فما ممكن أن تحدث مثل هذا الإرباك في العراق لأنه يصدر يوميا ما يقارب 6 ملايين برميل، وهذا يؤثر طبعا على حاجة الدول الغربية للوقود في المعادلة الدولية. ولكن نرجع إلى الشأن المحلي إذا سمح الدكتور، نتحدث عن البيان اللي صدر بمطالبة الكتل السياسية إدارة الدولة بعقد الجلسة يوم السبت، اليوم هسه جانا السبت لكنه لحد الآن ماكو جلسة، أنباء تتحدث عن الاثنين نهاية الأسبوع وغيرها، ولكن لو استمر هذا الخلاف حول تشكيلة الوزارات هل من الممكن أن تطول بعد هذه المدة؟ والله أنا مو قلق، يعني مسألة طبيعية لأنه فترة بعد قلت لك 20 يوم تقريبا 22 يوم بعد عندنا، وماكو داعي لهذا القلق، يعني مسألة طبيعية، بالعكس الاختيار يكون متقن وبتوافق ما بين المكلف برئاسة مجلس الوزراء ما بين القوى السياسية، أيضا حقهم باختيار لأنه حقيقة بدون أن نجامل أو ننتقد اليوم منصب الوزير هو منصب سياسي أستاذ أحمد، إضافة إلى أن يكون يتمتع بالكفاءة والقدرات والمهنية في مجال عمله، لكنه كثير من الوزراء لاحظناها في حكومات سابقة وحتى في حكومات النظام السابق ودول أخرى أيضا اليوم يعني شكل نظامها هو ديمقراطي، نشوف أنه وزراء يعني المهنية مو بالضرورة تكون، لكن المنصب أن يكون سياسي، والدليل على أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا وزير الدفاع يعني مو بالضرورة أن يكون ضابط عسكري هو أو يعني منتسب عسكري، وإنما المنصب هو سياسي مع ما هي وزارة الدفاع. يعني اليوم أعتقد حتى السيد السوداني كان تصريح له مسبق أعتقد قبل أن يكلف أو بعد أثناء ما كلف كان تصريح له على أنه هاي الوزارة الحالية سيبحث عن وزراء سياسيين أكثر ما أن يكونون مهنيين، لكنه يعزز ذلك إذا كان هو مهني يعني سياسي إضافة إلى أنه يكون مهني حتى يستطيع أن يعني يرتقي بمستوى الوزارة ويحسن الأداء الوزاري لمؤسسته من أجل تطوير وتحسين والارتقاء بمستوى الأداء. طيب أرحب بضيف الكريم الأستاذ أوراس المشهداني المحلل السياسي، أنضم ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الأستاذ أوراس. يتحدث الدكتور أحمد العباسي النائب السابق حول عدم انعقاد هذه الجلسة، بالتالي نتحدث عن الخلافات اللي حصلت تحديدا في البيت السني، هل هي كانت قد أخرت الجلسة المزمع عقدها اليوم أو يوم الاثنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ وضيفك الكريم. يعني حقيقة ما يحصل في البيت السياسي السني هو أمر معتاد عليه اليوم، كثرة التحالفات داخل المكون الواحد من أجل الوصول إلى يعني المحاصصة، من أجل الوصول إلى كابينة الوزارية أو الاستحواذ والهيمنة على يعني قرار رئيس الوزراء في فرض شخصيات، ممكن انه رئيس الوزراء عنده علامات استفهام عليها، ممكن انه التحالف الاكبر داخل هذا المكون ما يقبل انه احد يتقدم ويتصدر اتجاه فرض احد الشخصيات من التحالف الاخر بسبب اقل مقاعد بسبب، لكن هي لغه المحاصصه هي اللي دائما تعرق المسيرة الحكومه. واليوم محمد الشاع السوداني يعني شخص يعني احنا متفقين انه هو عراقي الهويه ومتسنى مناصب ويعرف كيف يدير المؤسسة التنفيذية، لكن تحت فرض هيمنة السلطة الحزبية قراراتها داخل هاي التحالفات اللي
ممكن ما تبحث عن مصلحة البلد بقدر ما تبحث عن مصالح مشاريعها ودكاكينها السياسية والحزبية، هذا الشيء راح يولد مشاكل، وممكن هاي المشاكل راح تعطل أكثر مسيرة الحكومة، وإحنا راح نشهد أيام ممكن المظاهرات راح تنولد من جديد مارس 20 يوم 25، وممكن إنه انعقاد حتى لو كانت الجلسة يوم الاثنين ما راح تنعقد بسبب عدم التفاهمات والوصول إلى مخرج ثابت. الكابينة الوزارية يعني هو المتحكم بها اليوم رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء مدى متحكم رئيس الوزراء بالكابينة الوزارية أستاذ أوراس، ولكن لما نتحدث عن الأوزان نتحدث عن المحاصصاتية بهذا المعنى، ايش قد وزارات للشيعة، ايش قد وزارات للسنة للأكراد، ايش قد وزارات، ولكن هسه دخلنا بتفاصيل التفاصيل لما سيادة يريد البقاء على وزارتي التجارة والدفاع، عزم يختلف مع سيادة بهذا الموضوع ويريد الاستحواذ على هاتين وزارتين. هسه هذا اليوم صراعنا صار سني سني، طيب هذه الخلافات إذا ما تعمقت بعد أكثر لربما أيضا راح تدخل الإرادة الشخصية عدا الإرادة الحزبية. احنا عدا الإرادة الشخصية والحزبية اليوم المال السياسي هو اللي يتحكم، يعني تعرف شلون وزارة الدفاع اليوم وصل الدفع المال السياسي بها إلى 75 مليون دولار من أجل الوصول إلى وزارة الدفاع. من قبل من؟ من قبل الحزب اللي يريد يستحوذ على وزارة الدفاع. تعرف هاي وزارة بها نفرية، بها عقود، بها تمويل، بها موازنة ضخمة، فاللي راح يدفع بها أكثر مبلغ هو اللي يريد يوصل إلى أنه يستحوذ ويتهيمن عليها. بالإضافة إلى أنه العزم يقول لك أنه أنا كنت الأقرب إلى الإطار اللي هو التكتل والتحالف اللي راح يشكل الحكومة بعد ما تم انسحاب التيار من المشروع الأغلبي اللي كانوا يتحدثون به، بالتالي أنه أنا سبب قرب موقف وياهم ما راح أفند موضوع الأغلبية النيابية اللي موجودة داخل السيادة، والسيادة يقول لك أنه أنا صاحب أغلبية نيابية وتفاهمت مع قادة الإطار على أنه أكون أنا المتصدر والمتفاوض باسم هذا المكون، المكون السني. لكن اليوم المصلحة، مصلحة التحالف، هي دا تتغلب على مصلحة تشكيل الحكومة ودا تعرقل مسيرة برنامج محمد الشياع السوداني اللي طيب. بات أنه راح يقصي الفاسدين، راح يدخل في حكومة تكنوقراط، حكومة طيب. تقدم، حكومة تعطي خدمات. اسمح لي سؤال رأس بهذه الجزئية، دكتور أحمد يتحدث السيد المشهداني حول البيع والشراء وهذا الموضوع، هل رجع إلى الواجهة في كل تشكيل حكومة يتحدث عن هذه التفاصيل، أم أن متأملين في هذه الحكومة أنه ما راح يكون دخول البيع والشراء على المناصب على الخط؟ أستاذ أحمد أرحب بأخي العزيز المشهداني. يعني إذا أريد ناخذها من هاي الزاوية على أنه تسعير الوزارة الفلانية والنفط ب 200 مليون، ليش هي النفط بير نفط واحد يعطي الوزير هو مليار، فاللي مستحوذ على الوزارة ويتحكم بالوزير في أي لحظة يسحبه يستجوبه حق باطل، طلعوا وزراء كثيرين هم عصاميين من الوزارة، لأنه إحنا الاستجواب والرقابة اللي مارسها حكومة المحاصصات اللي مرت الأربع حكومات السابقة تقوم على أساس الابتزاز أكثرها مو على أساس الإصلاح أو تقويم الأداء. فالأخطاء اللي وقع به الوزير هو محاسب هو عليها، لكنه هذا الوزير هو في مأمن من العقاب، لأن أكو حزب يعني يدافع عنه في البرلمان، وكثير من ما صارت وزارات مال أنه أنا أسحب استجوابي على الوزير الفلاني، وأنت بالمقابل أيضا، وفعلا وزراء اثنينهم فلتوا من الحساب على الأقل، يعني من الاستجواب، بس احنا نتيجة استجواب بها حقوق بها شيء من الباطل، هذا بعدين يبين، لكن هو قبل أن لا يصير الاستجواب تذكر عطل البرلمان لفترات بسبب عدم اكتمال النصاب، فتنسحب كتلة من الكتل الكبيرة يصير خلل بالنصاب وما يكمل، هاي صارت في فترة من الفترات في الحكومة السابقة. فبالنتيجة واللي يتحكم بالوزارة قادر أن يسحب الوزير ويستجوبه في أي لحظة ويبتزع على طول، ليش يبيع حالي قدام؟ يعني هو مو بايع وراح يروح بمكان يقعد بقبرص، هو موجود هو والقوى السياسية اللي مستحوذ على هاي الوزارة، وبنفس الوقت القوى السياسية الأخرى جل احترامنا للأحزاب الوطنية والقوى السياسية النظيفة أيضا الفاسدة مثله راح تساعده بقضية الاستجواب ومحاسبة الوزير، وماكو وزير اليوم يتمرد على قوى سياسية تجيبه،
فماكو داعي لهاي الهاله على انا وصلت التسعيره وكذا وما شنو، هذا حكي اعلام. انا احكي لي على الحقيقه، هو ليش ما يحتاج انه يبيعها وياخذ اجورها ثمنها ويروح يغادر العراق؟ هو موجود ومستمر على يقتات على هذا المال الحرام ومال السحوت ومال السياسي. والدليل انه هاي القوى السياسيه اكثرها لا يوجد هناك ايراد شرعي من خلاله يتم الانفاق هذا العام، بشكل انه شوف بالانتخابات كيف تكون العمليه الانتخابيه بالبوسترات وشراء الذمم وطرح اموال مخيفه ويعني مهوله. فلو مثلا عندهم فرد عماره او ارض زراعيه او اي مشروع برلمان دكتور احمد، قوانين سياسيه كهذا يعني ما شفنا الدورات. هذا غير موضوع، بس قصدي يعني حتى ناكد على ان هؤلاء مستمرين ان يقتات على المال العام، سواء كان محافظ على حكومه محليه وما يتفرع منها من دوائر في المحافظه، او الحكومه المركزيه متمثله بالوزارات والهيئات المستقله اللي هي بعضها يعني ايرادها او اموال اللي تحسب لها بالموازنه هي اكثر بكثير من الوزارات. فاني اشوف العمليه هي عمليه المواطن والناخب يفترض ان يكون عنده فرز بالانتخابات عندما يكون تقرير المصير من خلال الاختيار ارادته تنصرف الى الشخص النظيف يعرفه هو منطقته، خاصه ماكو عذر بهاي الانتخابات الراحت، كانت على مستوى الدوائر الضيقه على مستوى ناحيه وقضاء ناحيتين ونص من المركز. فيعني ما معقوله بعد يحتج يقول انا ما اعرف سين وصاد. فالمفروض ان يكون اختيار موفق على اساس الشخصيه، لانه كانت اختيارات شخصيه مستقله بحته، يعني مو دكتور خلي احيل هذا الموضوع اضافه الى الكتله اللي ينتمي لها. ايضا يكون اختياره يكون موفق، لكنهم كل انتخابات هي سلسله. زين استاذ اوراسي، يحيل الدكتور العباسي هذا الموضوع الى اراده الناخب وتمحيصه لمن ينتخبه، بدورك على من يقع اللوم في هكذا فرض ارادات والتحكم او الضغوطات على المكلف باختيار وزراء بعينهم، اخذ وزارات بعينها؟ عندنا برلمان وعندنا ضغط كتل سياسيه وعندنا مكلف لاختيار مرشحي هذه الكتل، وعندنا بعد مفاصل دولة كلها موجودة على أرض الواقع. يعني أنا أستغرب عند نقطة واحدة فقط، أنه دهاليز العملية السياسية ممكن أنه احنا نقول مغيبين أو بعيدين عنها، يعني اللجان النيابية دا تأخذ دورها الصحيح؟ طيب احنا ما لجنة النزاهة بالسابق من احنا نتحدث عن الاستجواب واستجواب الوزير ومحاسبته وإقصائه، يا وزير تم استجوابه ومحاسبته عبر ملفات، يعني هي ما وزارة الدفاع بالسابق كان بها وزير واستقال بسبب ضغوطات سياسية وملفات فساد. أحد أعضاء لجنة النزاهة يقول لك أنه احنا نفتح ملفات ونسكرها في لجنة النزاهة مقابل قبض يعني أموال، فإحنا لن نطشو عالي لأعضاء مجلس النواب وللجان اللي مدى تمارس عملها بشكل دقيق وصحيح ودا تنطي الإيجاز الحقيقي للمواطن أنه أنا دا مفعل دوري ودا اراقب ودا احاسب. وين يعني هو هذا الموضوع، موضوع اللجان انه احنا خلينا نفنده ونقول ان الاتفاقات السياسيه هي اللي فارضه قراراتها على رؤساء اللجان وعلى اللجان نفسها، واحنا دا نتحدث عن اقبال او فرز المواطن اللي دا يذهب الى العمليه الانتخابيه ومدى يفرز الصح من الخطا. طيب ما هو المواطن نفسه جوعان من دا يروح ودا يمشي وما عنده ثقافة انتخابية وما دا يعرف أيضا هو وين متجه، وعنده إيمان مطلق على أن العملية السياسية هي والعملية الانتخابية هي مشروع مزيف واللي ودا يمضي بقرارات الكتل ومرتبين أمورهم ومرتبين وضعهم، واللاعب الأساسي داخل ملعب العملية الانتخابية هو المال السياسي. بالتالي هو من دا يروح المواطن جوعان دا يروح يمضي برصيد وبكروة سيارة و100 دولار، وشفنا بعد يعني اجراء العمليه عمليه الدوائر الانتخابيه صار يعني صارت تسعيره ثابته في دائره 12 400 دولار الصوت الانتخابي وفي دائره كذا. فالموضوع انه نبعد المحاصصه ونبعد المال السياسي عن حريه الرئيس المكلف باختيار كابينته الوزاريه،
هذا الموضوع لن انطي مثاليه وخطاب وردي، لا، الشارع لازم يعرف ان الطبقه السياسيه من دا تقعد تتفاوض داخل مجلس النواب على طاوله الاحزاب اللي موجوده داخل مجلس النواب، ورؤساء الكتل السياسيه بعضهم، انا اتحدث ويعني اميل الى كلام الاستاذ، انه الوطنيين منهم اصواتهم مبحوحه وغير مسموعه. اليوم المواطن دا يسمع خطاب التفرقه والتجزئه والمحاصصه، وهذا الوارد. واحنا دا نتحدث عن حكومه تكنوقراط، مهما يكون ثقل وقوه الرئيس المكلف محمد الشاع السوداني ما راح يقدر يجابه ويواجه قوه البرلمان، مهدد بالنصف زائد واحد قبل لا ياخذ يعني يشرع كابينه الوزاريه ويمضي بيها. هو مهدد انه انت اذا ما تمضي بقراراتنا احنا نستجوب ونحاسب ونثير ملفات، وملفات هاي موجوده. فاكو ملفات داخل المطبخ العمليه السياسيه، والفاسدين اللي موجودين داخل العمليه السياسيه انه يهددون رئيس الوزراء بكابينه الوزاريه قبل لا يشرعها وقبل لا يمضي بيها بوجود ملفات. ليش؟ لان اللي راح يفرضوهم على الكابينه الوزاريه هم نفسهم، جزء منهم هم ملطخه ايديهم بالفساد ومشاكل مال السحت والحرام. احنا نعرف العمليه كيف تدار، لكن مؤمنين ان محمد الشيع السوداني يريد يغير ويعمل ويطمح الى التغيير، وفترته الانتخابيه فترته في اداره ملف الدوله التنفيذي هي فتره مو طويله، يريد ينجز بيها، يريد يشرع موازنه، من خلال الموازنه يجوز راح ينطي لك جزء منها الى الانتخابات المبكره اللي تفاوضوا وتفاهموا عليها. نطمح الى يعني ملف الوزارات استاذ اوراس، ملف الوزارات خصوصا التجاره والدفاع راح ينحل قريبا برايك؟ مستحيل ينحل اذا ما تقعد الكتل السياسيه السنيه ويقول لك انه انا اذا اخذ وزير اخذ الوزير انت وانطيني الوكلاء اثنين، اخذ الوزير وانطيني ملف العقود. فهذا اللي يصير داخل العمليه، داخل المكون السني للاسف نقولها، لكن السياسي مو الشعبي. نعم، اشكرك شكرا جزيلا سيد اوراس المشداني المحلل السياسي اثريت الحوار في هذا الملف، وتفضل بقى معنا الدكتور احمد العباسي كي نتابع في الملف الاخر. مشاهدي الاحبه، مع الاقتراب من تشكيل الحكومه الجديده وتجاوز العديد من العقبات، فان الشارع يترقب ولاده حكومه مسؤوله عن معالجه مواطن الاخفاق في القطاعات المختلفه والخدمات على راس الاولويات اللي راح تنسحب حتما نحو ترميم العلاقه بين الطبقه السياسيه وعامه الشعب. مشاهدينا الاحبه، نفتح هذا الموضوع بكل ابعاده لكن بعد ان نتابع التقرير الاتي. نحو تشكيل الحكومة النموذجية يقترب الرئيس المكلف بعد اجتيازه العديد من الموانع الحزبية وطي الأزمة السياسية لأكثر صفحاتها المعقدة منذ عهد التغيير. ورغم الاختلاف وتباين التوقعات حول موعد اختبار الكابينة الوزارية، إلا أن المؤكد في العملية أن المكلف تجاوز الثلثين ولم يتبقى في عملية اختيار أعضاء فريقه الوزاري التي حرص فيها على مواصفات الكفاءة والمهنية والقدرة على إنجاز مسؤولياتها سوى اللمسات الأخيرة. نتمنى أن تكون هذه الخطوة تلحقها خطوات أخرى لدعم الحكومة بغض النظر عن الاسم. نحن نبحث عن برنامج، نحن نبحث عن معادلة حكومة حقيقية تعدل الأوضاع السياسية وتصحح الأخطاء السابقة وتبني مرحلة جديدة لبناء عملية سياسية تغير المسار العمل السياسي السابق. في مقدمة المهام التي تنتظر الحكومة المرتقب ولادتها بعد أيام، إيقاف التدهور في قطاع الخدمات الذي يعاني من ضعف لم يشهد له مثيل، فضلا عن مواجهة هذه الحكومة الجديدة الملفات القديمة والتركة الثقيلة التي خلفتها حكومة تصريف الأعمال، وضع مطلب الخدمات على رأس قائمة الأولويات. إن المشكلة اقتصادية ويحاول أن يضع خطة، فأعتقد اليوم أنه سيضع خطة، لكن إذا كانت هذه الخطة جزئية فلا أعتقد ستتحقق، إلا لم تكون خطة شاملة، لأن الاقتصاد مرتبط جزء بجزء آخر. فأعتقد قطاع الخدمات ربما هو البنى التحتية الأساسية، إذا بدأ بها بشكل صحيح أعتقد سيؤسس إلى اقتصاد عراقي جيد إذا تعاملت معه الكتل السياسية الأخرى، وإذا تعاملت معه الحكومة، وإذا تعاملت معه الدول الإقليمية، واستطاع أن يكسب ثقة دول إقليمية ودول عالمية. يستطيع، المشكلة العراقية ليست مشكلة محلية فقط، هناك مشكلة إقليمية بالموضوع. وإذا ما استطاع المكلف برئاسة الحكومة من تنفيذ منهاجه الوزاري وفق التوقيتات الزمنية المتبقية لعمر الحكومة، فإنه استطاع إعادة تدسير العلاقة بين الجمهور والحكومة من خلال الاهتمام بأولويات حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم الخدمية،
فضلا عن كسب رهانات الانتقال من تخادم السلطة إلى حكومة المواطن. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا، وجدت ترحابي بضيف الكريم الدكتور أحمد العباسي النائب السابق، حياك الله دكتور ضيفا كريما. وكذلك أرحب بالأستاذ إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي، حياك الله أستاذ إبراهيم ضيفا كريما. دكتور أحمد، نتحدث عن الحكومة الجديدة وتحديات المرحلة اللي فيما إذا استلمت الكابينات الوزارية واستلمت السلطة، عندنا مرحلة تراكمية من ملفات فساد وسوء خدمات في المراحل السابقة. هسه احنا راح ننظر إلى هذه الحكومة، هل هي حلالة مشاكل لو منجزة للمستقبل؟ نرحب بالأخ العزيز إبراهيم سراج. الحقيقة اليوم الشارع يطلع إلى تكليف الأخ السوداني يعني بنوع من الثقة العالية بأداء هذا الرجل، لأنه تاريخه الوظيفي كان تاريخ نظيف ومهني، أضافة إلى الأسرة اللي ينتمي لها، هو من مشايخ العراق والرموز الجنوب المعروفة، والعمر أيضا إذا ما قارناه بالوزارات السابقة عدا الوزارة اللي كان شبه تصريف أعمال، ما نقارنها بباقي الوزارات، كلهم كانوا كبيري السن، هو عمر اليوم عمره متوسط، فأيضا هذا ينال رضا طبقة كبيرة مؤثرة في المجتمع بهذا العمر. والصفة الرابعة أنه هو من عراقي الداخل، الأول رئيس وزراء هو من عراقي الداخل، لأنه السابقين كانوا كلهم من عراقي الخارج، وأيضا هاي كانت شكل عقدة كبيرة لدى الكثير من كفاءات العراق ورموزه والشخصيات المهنية الراقية في المجتمع العراقي، لن يعار لها بالاهتمام، وإنما الاختيارات تأتي على أساس الحزبية واللي اجوا من الخارج. لاحظناهم حتى في هذه الحكومة باختيار الوزراء، نسمع أسماء على أنه وزاراتهم إلا أن يكون هو منتمي إلى هذه الأحزاب وكبير بالسن ومن مجاهدي الخارج أو المعارضين، رغم الإخفاقات الكثيرة من أدائهم وتراجع كبير في نشاطه وأعماله، حتى أفكاره وسلوكياته ما تنسجم وتتلائم مع الواقع العراقي الحالي. لذلك نشوف، قلت لك يعني انه حقيقه لدينا الثقه الكبيره في شخصيه هذا الرجل، لكن شرط ان هذه القوى السياسيه تضحي بجزء من استحقاقها ومصالحها الخاصه وتغلب المصلحه العامه على، يعني يكون المعيار الحقيقي ليس هو هتاف او اعلام او صراخ هنا وهناك يدعي الوطنيه ويدعي ان يكون يعني المصلحه العامه يتحدث بها، لكنه نلاحظ انه في العمق هو يغلب المصلحة الخاصة. فإذا ترد كل التضحية، يعني هنا هذا التساؤل مهم. أستاذ إبراهيم، جيت حضرتك الدكتور العباس يطرح بأن الكتل السياسية يجب أن تضحي في هكذا مواقف. كتلة سياسية معينة اليوم لما تختلف على وزارة الدفاع، وزارة التجارة، وبالتالي كل من يريد هذه الوزارة تكون من ضمن كتلته الحزبية وحتى مو المكوناتية، باكر طلعت ملفات فساد على الوزارة سين أو صاد، راح تشخصن الأمور، يقولون هذا بشخص الذي كان يشغل هذه الوزارة، لو راح تلوح المكون، لو راح تلوح الحزب بنفسه، بالتالي ملفات الفساد اللي تكشف، التقصير في أداء الخدمات، شلون راح يكون المعيار عندنا لمحاسبة ما فات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك المحترم. يعني حقيقة أنه هذا موضوع ربما هو الشغل الشاغل للجميع، يعني ما ممكن أنه نحمل المكون أنه تبعات فساد الوزير الفلاني، هو قد يكون يمثل المكون في، يعني تعرف حضرتك أنه النظام السياسي في العراق هو نظام مكوناتي، نظام محاصصة، نظام توافق سياسي مبني على منذ 2005 خلاف الدستور طبعا هذا الذي خلاف حتى نتائج الانتخابات. لذلك انه الفساد الوزير الذي يفسد او الذي يسرق او الذي ينهب او الذي يكون غير كفو يتحمل حزبه، لانه حزبه هو الذي قدمه، وبالتالي ان الحزب، لانه الان انت كما ترى الان
توزع الان الحقائب الوزاريه. صح اكو هناك الاختيارات ربما اكثر للسيد محمد الشاع السوداني المكلف بتشكيل كابينه، ولكن ايضا انه الحزب الذي ينتمي له الوزير هو يتحمل وزر ذلك، لانه هو ايضا سيدافع عنه، وبالتالي لدينا نماذج يعني عندما اخفق وزراء وفسدوا تم خالتهم داخل قمه البرلمان، والاقاله كانت هي ليست ضد المكون بقدر ما هي ضد اختيار الحزب لهذا الشخصيه وما شابه ذلك. لذلك اعتقد انه التعاطي مع هذا الملف يعني مشكله كبيره جدا، لانه الان التوافق السياسي هو الذي اطل العمليه السياسيه، وبالتالي من غير ممكن ان ناتي باشخاص كفؤين خارج منظومه الاحزاب، لانه الان الاستحقاقات الانتخابيه او استحقاقات المكون هي التي تحكم. وحتى الان انه السيد محمد الشاع هو في يعني هو الان في 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 وضع صعب جدا الان، لانه الان المكونات هي صح انه انجز 70% من كابينه وزاريه، ولكن هو ايضا سيصطدم بعمليه الحزب الذي يحمي الذي يرشح الوزير او يرشح السير الذاتيه لمجموعه من الوزراء، هو يتحمل مسؤوليته. طيب ولا نعم، ولكن بالتالي انا اعتقد انه هي هذه احد العقبات التي تعرض لها الحكومات منذ 2003. طيب دكتور احمد، يعني يشير السيد ابراهيم الى المحاسبه المقصرين والفاسدين امام البرلمان، واشرت في الجزء الاول حضرتك الى انه البرلمان يخضع لبعض المعادلات. نقدر نفعل الاجهزه الرقابيه، الاجهزه المسؤوله من الادعاء العام وهيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه، حتى بلغه الارقام يتم محاسبه الفاسدين والمقصرين وما نتج ووصل اليه العراق بصوره عامه من سوء خدمات. يعني هي الرقابه تنهض بطبيعه عملها محاسبه هؤلاء، لانه الادعاء العام كجهاز مهم في السلطه القضائيه يحرك القضايا من تلقاء نفسه، لانه هو يدافع عن الحق العام للدوله وللمواطن بنفس الوقت. لكن انا اريد اسال، يا وزير تم استجوابه وتم اقالته سواء كان بها حق او باطل، هناك يعني وزراء كانوا نظيفين بس صاروا ضحيه للفاسدين اللي يحاسبوهم، وكو وزراء لا كانوا محقين معاهم مستجوبين من اخرجوهم واقالوهم، فكلا الطرفين نفس المكلف متعرض لهذه الجدليه و... اي ليش ما عرضوا على يعني القضاء اخذ دوره والاجهزه الرقابيه؟ فهاي الاجهزه ايضا مكبله حقيقه. ليش؟ لان القوى السياسيه اليوم الكل تشترك بالحكومه والكل تراقب، فهاي الرقابه تكون ضعيفه وعديمه الفائده، لانه ما ممكن انه الكل تشترك بالحكومه وتشكل وهو يراقب نفسه، مستحيل. فيصير تغطيه الاطراف تغطي بعضها البعض. الرقابه الحقيقيه تكون على اساس الاكثريه والاقليه، يعني المعارضه اللي تكون هي الاقليه واللي تشكل الحكومه هم الاغلبيه. فبهاي الطريقه ننتج نظام ديمقراطي نظيف ويعني منتج. لكنه هكذا سار عليه الوضع في العراق، كما نفس الصوره في لبنان. فلذلك شو اكو تراجع بالاداء الحكومي وكذلك التشريعي يعني البرلماني. انا ارجع واقول انه اليوم الحقيقي هو الشارع، والشارع شو وقت يقدر يحاسب؟ مره مظاهرات، لكن مظاهرات منظمه مو عشوائيه، يعني يقودها واحد من الخارج يحقق مصالح دوليه. دول ما تريد مظاهرات خفتت راسا انتهت تلاشت، ما ادري وين راحت هاي المظاهرات، زين قادتها وين؟ دول المحركين هاي كانت الابواق اللي تصدر من شخصيات العراقيين يتابعوهم بالتواصل الاجتماعي، اليوم دول ما لهم صوت، راسا خفت ما موجود، اذا اكو اراده دوليه اسكتت هؤلاء فبردت العمليه ماكو شيء. بنفس الوقت انا نصيحه اقدمها للاطار، ان عمليه الزهو او ما تحقق خلال هذه الفتره، اناطه الحكومه لهم اليوم او يعني تشكيلها، لا نذهب الى الغرور في هذا الوضع. يفترض ان يكون استعجال بتشكيل الحكومه افضل من يعني التوقف والخلافات على اساس مصالح حزبيه او فئويه او مكوناتيه كما تحدث الاخ السراج. بالنتيجه راح هذا الرجل تمر عليه 30 يوم سريعه، والاستعجال راح يكون بالثلاث ايام الاخيره كالمعتاد، راح يصير ارباك بيها وينتنفرض وزراء عليه هو ما يعني قانع بيهم، فراح يكون اداءه ضعيف وهو يتحمل المسؤوليه. نرجع مره ثانيه على الفساد، السؤال سالت عليه.
انه هذا المواطن مر بالحراك الشعبي المهني او مو المهني وانما نسوي المنتج او المثمر او يعني الواقعي، نستطيع ان يحقق شيء محاسبه الحكومه الحاليه او جزء منها كوزاره او محافظه كحكومات محليه. والرقابه المهمه هو اثناء الانتخابات. 4 سنين كافيه الى المواطن ان يشخص ويقيم الاحداث على اي شخصيه سواء كان برلمانيه او تنفيذيه او قوى سياسيه كحزب انتجت عدد من الوزراء، فذول الوزراء اللي قاموا بعمل مخالفات وجرائم فساد وافعال وممارسات فساد ممكن ان يعاقب هذا الحزب بعدم اعطاء اصوات، لكنه لاحظ المواطن مع كل الاسف 70% ما يطلع الانتخابات ويترك اصواته علما الى الباقين اللي جزء منهم كبير اللي راح يتحكمون يبيع ذمته على اساس اغراء، والحجج كثيره والدفوع على انه محتاج، ثقافته ما تساعده، فهمه ما كذا، هذا مو ابدا ما يبرر العمليه. يتحمل المسؤوليه المواطن باختياره. هؤلاء ذولا اليوم الموجودين اجوا بهاي الطريقة، يعني هذا شنو راح ينتج؟ وزير نظيف؟ مستحيل. فاحنا قاعد نحكي مثالية اكثر من الحقيقة، الحقيقة ينتج ايضا وزير فاسد وهذا ما لاحظنا. لذلك اليوم الفساد فاسد مرات هم لازم يكون منتج. خلينا نقاطعك دكتور احمد. استاذ ابراهيم، يعني هسه لما تختار الحكومة ويوافق على برنامجها منهاجها الوزاري راح تقدم برنامج حكومي، بالتالي هذا البرنامج هو اشبه بالمسطره. حكومه تصريف الاعمال انموذجا لما لجنه برلمانيه طلعت كل ادائها 17% من ما تم الاتفاق عليه بورقه بيضاء بورقه بنفسجيه ما نعرف زين، راح يتم محاسبه الوزراء بغض النظر عن الاعذار، هذا مو بيدي واكو تحكمات واراده خارجيه وداخليه، يتم محاسبه الوزراء، يتم محاسبه الحكومه وراس الهرم على هذه النسب ليش ما انجزتوها؟ يعني يفترض هذا، يعني هذا البرلمان يعني مجلس النواب يعني بوصف الدستور انه جهه رقابيه تشريعيه، هذه الجهه الرقابيه. يعني اليوم انت هو شنو البرنامج الانتخابي؟ البرنامج عفوا البرنامج الحكومي هو وعد حكومي انه رئيس الكابينه الوزاريه او المكلف بتشكيل الكابينه يعطي انه وعد حكومي مثل ما قلت استاذ احمد مسطره، لكن عندما تتجاوز هذه المسطره وتتجاوز موضوعيه المسطره وعدم وجود انه هذه خرجت عن السياقات اللي هي متفق عليه، يعني هو هذا الان اتفاق امام ممثل الشعب يعطي يخرج الرئيس الوزراء المكلف ويعطي برنامج الحكومه، عندما يكون اختلاف في هذا الموضوع يفترض انه المجلسات لمجلس النواب والدوائر الاخرى ديوان الرقابه الماليه هيئه النزاهه المعارضة إذا كانت موجود معارضة، المجتمع إذا كان واعي يمكن يفترض أن تنطلق هذه الأصوات فيها بظل هذا الجو، لكن عندما تغيب ويكون مجلس النواب قد يكون هو جزء من 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 من, من ائتلاف سياسي مع الحكومة راح تخفت الأصوات وبالتالي أنه يتفرع عن رئيس الحكومة. لاحظ حضرتك اليوم الخروقات الدستورية الآن، من الذي يحاسب رئيس وزراء المكلف؟ من الذي يحاسبه؟ حكومة تصريف الأعمال، من الذي هذه الخروقات القوانين عقود ومشاريع بخلاف عمله بخلاف وصفه لأنه هو حكومة تصريف الأعمال. وزير يقدم لك استقالة وبيها سطور وما بين السطور وإشكالات كاملة في هذه، حاسبهم البرلمان؟ هل يتم قبول استقالة بهكذا هالبساطة هاي؟ مو أنت إذا قبلت استقالته يعني أنطيته براءة ذمة. مو تمام؟ مو صحيح؟ أنطيته براءة ذمة، اليوم أنت عندك مبالغ مالية، عندك اليوم شوف قضية صفقة القرن. لحد الان الحكومه صامته ماكو تحرك، يعني هذا لو تغير دوله لا رئيس وزراء ما يقعد يتحرك رئيس وزراء. لحد الان ابو المصرف الرافدين يشمرها على بالضرائب، ابو الضرائب يشمرها على مصرف الرافدين، الماليه تتورط. طيب هكذا مبالغ يعني 2,500,000,000 دولار مليارين و500 مليون، يعني هذه ما تشكل في الصرخه عند رئيس وزراء عند مجلس النواب. صح اكو رده فعل عند النائب الاول رئيس مجلس، لكن بقيه اللجان هيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه بقيه المؤسسات الدستوريه هذه وين الكلام؟ القسم اللي يقسمون الوزراء نعم مشكله احنا عندنا اليوم في وقتهم هم راح يجينا وزراء هم راح يقسمون هذا القسم استاذ احمد على العمل احنا ما عندنا احنا الامريكان بنوا مؤسسات دستوريه ناقصه
اليوم ما ممكن اليوم انه انت الان كل شيء ندب على الشعب على الشعب، لا عزيزي، الشعب مو كله يفهم وعنده ثقافه قانونيه ويعرف مسؤوليته، والا لو الجميع عنده هيك، لا والله كان احنا قدمنا شخصيات رائعه، المجلس النوابي انتخب الشخص، الناخب العراقي انتخب الشخص الذي عنده اشار لها الدكتور احمد العباسي، وانا اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ابراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي، اثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لجنابك الدكتور احمد العباسي النائب السابق على هذه الإثراءات في الملفين. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.